السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحقيقة في انباء متضاربة عن تعطيل الدراسة غدا بمدارس القاهرة. النهاردة طبعا وانا بتكلم السبت، هو بكرة الحد، فشوية يقولوا في تعطيل الدراسة وشوية ينفوا، لكن انا دلوقتي جايب الخبر من مصدر موثوق فيه ان فعلا في تعطيل للدراسة غدا بمحافظة القاهرة، والسبب طبعا سوء الاحوال الجوية. مرة تانية انا بأكد ان في تعطيل للدراسة غدا الاحد بمدارس القاهرة، وده قرار السيد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، مشكورا كتر خيره، خايف على ابنائنا الطلبة والطالبات. وبأكد الخبر صحيح، فعلا في تعطيل للدراسة غدا، وربنا يستر، وربنا يسترها على المحافظات كلها. يعني معرفش بقية المحافظات الوضع ايه، لكن المؤكد ان مفيش دراسة غدا الاحد 21 نوفمبر 2021 بمحافظة القاهرة. والمؤكد ايضا ان في عدة محافظات قرروا تعطيل الدراسة غدا. كل حد بقى من محافظة يتابع الاخبار علشان يتأكد من الخبر. اما محافظة القاهرة فخلاص ده مؤكد، في تعطيل الدراسة غدا بمشيئة الرحمن. نرجو السلامة للجميع وربنا يسترها الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.